ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما عشر كوح كبلا بمي آيات بقولي شنية لبعض كم إذا سورة النساء هل كهراء الهي وكسات المامي إيمان كوناكسن أدومها وكدوني إنا ويهي كأوهليو عمل كصالحة كم وقنية قفك قول كيسة يفعل كيسة قفك سرقية الدمر متكستبها أهابا وحهدبا هل كان إلهي وكحصية دقن كقفك هي عمل كيسو إنو النقضة كي رسوشة وكا إسلام ملا إلهي وحول ومن أحسن دينا حق دقن كيا كوناك بدن عدنا كموناك سنة ممن أسلم قفك أوه قامية وجهه لله قفك وجهيس إلهي أوه قامية الرب إسكو ديبي مسلم نقضي وهو محسن استقصم فلا واتبع الراعي ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسر راعي حنيفا يسقى نبي إبراهيم حقه إلانيا واتخذ الله إبراهيم نبي إبراهيم ربي وحو كدك تخليل صاحب حقا مركا اللي يقو لقنك بني آدمك لنعيب بضنب النوضة حقا ونقنك راقفك أخلاق ديسة ما بلشد أخلاق ديسة قويسسكو دسشد ورقمان نظام كود السياسة ده داخل كده حدودة نظام كود السياسة ده دبده مركا لقن كأف يعني وكا إسلامي ماذا بقى إلهي ولو قفك وقول لقن ولكسن ضد لقن كيس وقو قروح سيهاي وكا وجيس إلهي وهو قامي لنا عكسته إلهي بك أمر قادنا وأطون إلهي ربك حرن مركا هلكا وحا أينو كفا إذي سنين إسلام كونو يهي دقن كأغفي عن التوسية الضومها نظام كودة سومالدون وأيا وحيد هذا إلهي ونضار بيده ما الضوران كرنيه مركا ربي وقضاري الضومها نظام كان إسلام لماذا وقضاري سيدا أوجد باكي قاتانا واجب كا قاتي وهو قاسمانا ويهي رنتي كا أصاب حي قيم كيساس في عاني ممن أسلم وجهه لله مركات كترتم مجالك أما دينعه نلاشة هقامين تكو صابسانية سياسة وإن أدنقطة وهو محسن مثل ما فلقوا مركة وقفك للنقضة مت كتر باع مشترك يوح صوصارك وإن أدنقضة وهو محسن مثل ما فلقوا مركة نظام كي قويسك إيا أسردي مري وإن أويهي وهو محسن ساسوبا أسعنية نبي إبراهيم دين تيسي قفك الرعب إلى هون حيا لنا محمد عليه الصلاة والسلام وحيو تلمامين إلى هاي قصاد راي سيو أتو سيد دين تي نبي إبراهيم أي سلام ماذا هيدا يددكو قلعية ومن هتكير رسوش دمانتو إبراهيم نا إلى هاي وحو كياش خليل يا صاحب سيدا درتي القفك تشعلاده الرعا مذي إلى هاي وتشعليها إلى هاي نواة تشعلاده سقنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو استقنا تلمامي إنو استقنا صاحب إلهي أما خليل الله يهي سيدا نبي إبراهيم بويه سيدا تلمامي حديث بخاري مسلم كسقنا مركي النبي عليه الصلاة والسلام خطبة دي معلموها الدنيا دان كتغي خطبة دي وقدم بي وحكم إذا خطبة دا أما بعد أيها الناس
ددو فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وردت كان هتي أن صاحب قارك لغنيو أبو بكر بان كان لغلها لكن وحن دين شيء نبي محمد ومانت يهي صاحبك إلهي سداد ارتيد تاسان دور بدا يون شعره ولله ما في السماوات وما في الأرض كل يجيبوا إلهي إلا يهي السموين كي يدولك وحكو السغن وكان الله بكل شيء محيطا إلهي با وحوال با هذا متكوبي لو رأي دو ظهرين كسوا قادم مرك إلهي وكسوا هذا النظام كوات دومها وشدين أيو أما هاقوسي نظام كودا قود سيدا هالكا روكلا أما النظام كقويسك نظام كحير عقاباتك نظام كالنقالة مروا البقلكو إلهي نظام صاح وصاح يا شروع الطعام هنود شيء وحوكه الله إنه يسوي هاي مالكة سموينك يا رولك رولك يا سموينك كإسكاله يا عالم كان ألكن نوا كحكسي مرك ربي هي ذا حكمة إلى هاي وكسوي هاي هضنا ردن كآيات ضع بحنيس أما الله هذا آيات هذا إسكحري السنة مناسبة ده إليهن كل كلا إجو وحين كفى ذي سنين كل هدي وإلهي هي كإسكلا سموين كي رولك يا عالم كان ملك جودة استجا أياله تصرف كودة هي مامل كودة استجا أياله صداقلة شرع الدين تودرة مركا شرع جاوي دين تشي ودين يدي راع سياو سنتان ترع وكان الله بكل شيء محيطا وح إلهي هي وح والبمت كابة وح وكسي بيامي قيب تادم بآياته شرع جيسو ما أهمت كبيرة إنسان سيدا كبني آدم كه جرن شواه هي جهلي هي يضاء وأبا هاي هاي واي أرجني ما يتجابه لكن علم جيسا إلهي بلارنا وحول بو قابي مركا شروع ذا ودتشين أيو هي وح النتيجة هانو قصاب حيا خيرة تيسقو سيوك سوية مركا سائل هاي وحول ويستفتونك في النساء نبي محمد وحي كعلم ويدين ينطبرك يا أرمي هذا قل وحات إلى الله يفتيكم إلهي بايدين كتشوابي فيهن إيغا وعلمي دين كسيني وما قرآن كينو دين كتشوابي يطلع عليكم في الكتاب قرآن كتاب كان قرآن كالحديث آيات كإلهي دين كو سو وحيو دين كشيغينا ويدين كشيغي الحقوق دودة كوا صوفية تامن نساء الدمركة أغامها كسوغن الله تي الدمركة سو لا تؤتونهن أيدان سينين ما كتب لهن وحي لا قري وترغبون وحاج علانيسان أن تنكحوهن إن قرستان والمستضعفين من الولدان كوا لا تمرد الرئيستاء عرورتا كوا إيقنا علم قوض آياتك إلى هاودين كشاقين آياتك إذا حلق سورة النساء بلو قيدة وأن تقوموا لليتامى إلى هاوحيدين فريا إنا أقوامها أهويسان بالقسط سعة دالدة وما تفعلوا من خير وحل وحي أصميسان وراغة فإن الله كان به عليما إلهي بقى هذا من أورهي كل هذا أورهي وإذين أوقي هينا تهاب المرين في عمبا كفليس وعجر رضوان الله عليهم أصحابتهم حرارت بأقبين إنه كلا أقادان حلاشة إيا حرام مركلا حرارت بأقبين إنه علمي كرار صدام أو أي حلال ميرتان أو وحي أي سمين أيام بأيق أو على بينا كغصوغن وحاني وحقوية هاي سعاد أوق إنه كطلاب صدام بيتش علاية هذا بس دي أينو سورة دا بلاو غيدا كسوا قادم بلاو غا سورة دو كوار رمي إلا سورة النسابة لغو مقعابي سورة دي الدمرك وحي آدو غصوا رميسي هل كان نكو تلماميسا حقوق دا دمرك وإليهين حقوق دا أغاموها إليهين حقوق دا عرور تيريري إليهين دادك لغا غيريودة قفك حكتدو دهايو غيريودة ماتيا مهر إيا نفقو يوحي إليهين أردان اللاسيو مركا داريس كان أما آيات كان إما كان كنح جرنا وحي كامل يليا آيات كي هورا سورة دبلو غيلا حتى بقول كي آيات كا سورة دبلو غيلا أي سود دهجين إلهايو آدو غو ورمي مهر كدومر كا إيا مصروف كودا إيا دحال كودا انتبع يا واجب وحي أي ليهين الجاهلية دي عربات أي دلمي جرتي
kolku taa ilaahay aad uga soo hadlay isagoo la siiyo ayaa su-aalihii nebiga ku bateen calayhi salaatu wasalaam uu nin waliba leeyahay aniguna dadkaasaan ka mas-uulahay anigana xuquuqdaasaana dhex taalla aniga iyo xaaska seenu yeellaa ilaahay baa dabeed halka kaga warramaa waxa uu yidhi istiftaa bay ku weydiinayaan ku saabsan dumarka su-aalo dumarka xaggooda weliba dumarkao dhan ma ahayna dumarka agoomaha he la guursanaya ahay waxaa jiraya qofku marka uu dhinto ee uu ka tago hablo agoona oo xoolo leh ka wixigaa wuxuu ku dul tuuri jiray goyiisa way u doonan tahay weeye markaa waxa soomaalidu ay ku tilmaamaan doonanida ayay noqonaysaa inay doonan tahay kol hadduu goyiisaasi dul maro cid kalena may guursan karayn cidina umay dhowaan karayn haddii isagu uu doono u guursanaya haddii markaa uu jeclaado oo dee ay maal leedahay weeye haddii uu jeclaan waayana maalkun buu ka qaadanayaa kolkaa hadday dhimatana wuu ka dhaxlaya taasaa ilaahay markaa uu ka hadlay markaa rabbi waxa uu leeyahay subxaanahu watacaalaa qul illaahu yuftiikum fiihinna wamaa yutlaa calaykum fi lkitaab ilaahay baa idinka warramaya dumarka arrinkooda aayaadka qur-aanka ee idinku soo degaya ee suuraddan dhexdeeda ku sugan iyaguna way idinka warramayaan rabbina waa kaga warramay fii yataama annisaa dumarka agoomaha suuraddan bilowgeeda ayuu ilaahay kaga soo warramay dumarkaasoo weliba aan la siinaynin wixii loo qoray walaa tuktu allaatii laa tu'tuunahunna maa kutiba lahunna dumarka wixii ilaahay uu qoray aydaan siinaynin dee qur-aankaa ilaahay idinku sharxay oo ilaahay baa idinka jawaabay ee suuradda bilowgeeda u noqdo halkaa ka eega waa kii markaa rabbi ka hadlayay kolka aan xaqooda la oofin karayn dumarka agoomaha ah ee xigtada ahe la guursanayo in la fasaxo oo dumarka kale laga guursado mathnaa wa thulaatha wa rubaac ilaa qadarkaa waxaa loo qoray waa dhaxalkoodii iyo meherkoodii waxaad jeclaanaysaan inaad guursataan watarqabuuna an tankixuhunna raqiba markay cani ka daba dhacdo jacayl bay noqotaa kolkaa qofkii wuxuu jeclaanayaa markay maal leedahay raqiba haddii ay ka daba dhacdo can nacaybsiyay noqotaa baynu leenahay marka haddii aanay maal lahayn wuu nacaya kolka ay fii ka dambaysana jacayl bay noqotaa waxa uu jeclaanayaa kolkaa inuu guursado tii agoonta ahayd marka ay maal leedahay walmustadcafiina min alwildaani iyaduna waxay noqonaysaa waa maatidii dhaxalka laga qaadi jiray berigaa hore kuwaana cilmigooda ilaahay baa idinka warramay suuradda bilowgeedu kusoo cadcadeeyay xuquuq wixii ay leeyihiin aayadda 11aad iyo 12aad yuusiikum allahu fii awlaadikum agoomahana cadaaladu sameeya buu ilaahay leeyahay markaa cilmigoodii dumarka iyo agoomaha ilaahay idinka jawaab aayaddan iyo aayaadkii horeba waxalla wixii khayrahe samaysaan haba yaraado rabbi baa idiin ogsoon markaa halkan rabbi sharkii muu sheegin iyada oo sharkana hadduu addoonku sameeyay ilaahay u ogyahay haddana laakiin arrintan inay ka cadaalad sameeyaan dadku agoomaha iyo dumarka iyo xuquuqda maatidu ay leeyihiin inay ka cadaalad sameeyaan oo qofka wixii waajib loogu leeyahay aanu dafirin meermeerinin taasaa ilaahay halkan uu ku caddaynaya tabaaraka wa tacaala wixii khilaaf ee dhex yimaada qoyskiina ama ninka xaggiisa muran ahe ka yimaada sida loo dhammaynayana ilaahay aayaadka dambe ku xusaya dar isku halkaa inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh